يسعد صباحكم متابعي المركز الإذاعي والتلفزيوني بالعادية، مستمعي إذاعة أمواج ومشاهدي قناة أوغاريت. هلأ صار وقت الأبراج مع الست فريال، وبدنا نقول يسعد صباحك. بس بدنا نوطي صوت الموسيقى شوي ونعلي صوتنا شوي ست فريال. طيب يسعد صباحك، أهلا وسهلا حبيبي. أهلا وسهلا فيكي. ست فريال، بدنا نعرف اليوم عن حركة الأبراج والكواكب. كنا حكيانين إنه عطارد لساته موجود، شو صار مع عطارد؟ بعده لساته؟ تماما لساته الموجودين، بس رح نحكي شوي عن حركتهم. تفضلي. فينا نحكي إنه نقول عطارد يعني عم يراوح مكانه، في حال تراجع في حال تقدم. بكرة اللي يبلش يتقدم بشكل منيح وبشكل موجود، بكرة إن شاء الله بتصير الأمور أحسن. طبعاً أحسن بالنسبة لأي أبراج؟ أحسن حددين تماماً. هلأ عم يروح مكانه أو هو موجود في برج الثور، يعني بكرة رح يكون في حالة تقدم. يعني في شوية مضايقات للأسد تحديداً. الأسد ما نو مرتاح، ملبك، عم تتعكس أموره، عنده حالة تأجيل، حالة تأفف. بس الجوزاء والقوس والحوت والعذراء بلشت أمورهم تصير أحسن إن شاء الله يا رب تكون أحسن، خصوصا من بكرة. إذن أبراج القوس والعذراء والحوت ولا أيوة والجوزاء والجوزاء من بكرة الأمور أحسن. الأمور أحسن كثير كمان. طيب بدنا نبلش مع أول الأبراج. لا رح نحكي كمان عن كوكب الزهرة. طيب تفضلي عن كوكب الزهرة. كوكب الزهرة طبعا عم يتقدم في برج السرطان، الأمور للعذراء للقوس الحوت كثير كمان منيحة. بس الميزان والجدي والحمل شوية كمان عنده هيك تسرع، تردد، حيري، ما عم يحسن ياخذ قرار. بس هاليومين يا الأبراج يعني مثل العذراء القوس الحوت شوي يطولوا بالهم علينا. يعني هل كم يوم ما ياخذوا قرارات العذراء والحوت؟ وخصوصا اليوم وبكره. ليش؟ لأن الزهرة ما أنا مكان مناسب ابدا. يعني الزهرة مو للحب، شو دخلوا بالقرار؟ ما فهمت. الزهرة بيقولوا الزهرة برج الحب ما؟ طبعا. اي طب ليش القرارات يعني بيأثر عاطفيا؟ ما لازم ياخذوا قرارات عاطفية ولا طبعاً. على جميع الأصعدة؟ ألا برأيك أنت إذا أنت عاطفيا أو نفسيا مالك مرتاحة قادرة تاخذي قرار نظيف؟ لا. فلما تكوني بحالي كتير حلوة، كتير رايقة، كتير مزاجك عالي، فعندك قدرة أنك تحملي الكلمة مثلا، تبرري. فبهالحالة نحن نقول ما ياخذوا أي قرار وخصوصا بأمور عاطفية. طيب تفضلي. كوكب المريخ طبعا في سرطان كمان، يعني هذا كوكب الطاقة، كوكب الحرب، كوكب النفسية المانة منيحة، المزاجية العالية، ممكن تكون سلبية ممكن تكون إيجابية حسب كل واحد فينا، حسب مكانته أو مكانه أو في مجال عمله. في أيام لأيام بنحس بحالنا المريخ بيعطينا طاقة سلبية أكثر ما بيعطينا طاقة إيجابية. فلازم شوي بالإجمال 12 برج لازم ينتبهوا اليوم وبكرة حتى يبلش الكواكب بحالة تقدم، يعني بتكون بأماكن مناسبة. فنحن لازم نطور بالنا بس اليوم وبكرة عزيزتي، والأمور بتصير أحسن إن شاء الله لأكثر الأبراج إن شاء الله يا رب. هلأ بدنا نبلش بالحظوظ، بداية مع برج الحمل. شو مخبي له الفلك لليوم؟ الحمل منصب عليه ونقول له صباح الخير اليوم يا حمل، انت انتبه اليوم عندك كأنه عندك مشكلة قضية بالعائلة شاغلتك، لازم كتير تكون هادي، تبعد عن المشاحنات، عن المجادلة، عن فرض وجهة نظرك بالزور. كله خلي يكون عندك مرونة بالأخذ وبالرد وبالعطاء. قضية مال تعبتك أو بتتعبك، فممكن كتير اليوم يكون عندك حالة يعني متطلبات أكتر من قدرتك على الميزانية، فانتبه وخليك هادي بس اليوم وبكرة والأمور بتمشي مثل ما بدك. برج الثور يلي بلش عيد ميلاده، الثور اليوم بلشت الأمور تصير أحسن، عنده طاقة للتعامل اليوم، للقاءات، اجتماعات، عم يلبي دعوات، أخبار حلوة بتنبؤه بوصول حدا غالي عليه كتير. حلو. عفوا. تفضلي. صحة. فهيدي الأخبار بتخلي كتير بحالي هيك يعني يعيش بشعور من السعادة. فاليوم الثور كل أوقاته إيجابية. طيب برج الجوزاء؟ جوزاء اليوم ما منيح، متفتر، عم تعطي الأمور أكثر من حجمها، عم تزيد حساسيتك. خليك اليوم هادي، لا تتسرع بأي قرار تعطي أو بحسم أي قصة. فبتمنى الجوزاء اليوم كتير يلتزم بهدوء، ألفاظه ينتبه عليها،
لا يكون عنده ردة فعل، لا يكون متسرع، وفعلا أوقاته بتمر، والجوزاء بكرة كتير أحسن من اليوم إن شاء الله يا رب. برج السرطان، نصبح على السرطان ونقول له الانفراجات بلشت يا عزيزي يا سرطان، الأخبار كتير حلوة، يمكن عم يفيدك وجود القمر اليوم ببرج الحوت. كانت أيامه صعبة السرطان الفترة الماضية. تماما، فبس عزيزتي بلشت أموري أحسن يعني اليوم ماديا وعمليا ولا بكل شيء، بكل شيء عاطفيا وعمليا وماليا، وكأنه اليوم بيوصلوا مبلغ، المبلغ بيحس بحاله أنه رتب له كتير من وضعه السيء، كان بهاليومين ثلاثة فعلا الماضي تعبان، كان منرفز ما هاي كان هاي مرتاح. السنة سنة السرطان شي ست فريال؟ لا فينا نقول يعني 3 شهور له حصة كبيرة، 3 شهور من السنة طبعا السماء اجوا ونحن بلشنا فيهم، للأبراج المائية كتير بتكون متألقة وعندهم أرباح، وكأنهم بيحققوا أكثر من شغلة كانوا عم يطمحوا لها من فترة، فعلا تعبوا إن كان عقرب أو حوت أو سرطان، بس بلشت الأمور تصير أحسن اليوم يا سرطان. يمكن وجود القمر في برج الحوت برج مائي صديقه كتير عاطي طاقة عالية طاقة إيجابية، فالأمور كتير منيحة يا سرطان، حاول استغل اليوم كل ساعاته بشي مفيد لألك. برج الأسد، الأسد كمان منصب عليه وكله بعد تعب يومين ثلاثة، فعلا صلوا تعبان يومين ثلاثة وحتى اليوم، بس من بعد الظهر ببلش الأمور تصير أحسن، شعور هيك بدعم من المحيط اللي حوله، كلام بيسمعه، اعتراف لإله بتعبه، اعتراف لإله بسندة حدا يعني، فاليوم بيسمع كلام كتير هيك بيعطيه طاقة، بيعطيه بيرجع ثقته بنفسه، فالأمور كتير منيحة اليوم يا أسد. لسه بعد الظهر طول بالك علينا، حاج تأفف وبدل لي هالنظرة التشاؤمية بشوية تفاؤل، الجاي كتير منيح. طيب برج العذراء، العذراء اليوم حاول عزيزي اليوم تبعد عن أي قرار، أنا برأي اليوم العذراء ما لازم يعطي ولا يحسم ولا يعلي صوته نهائيا، يسمع أكثر ما يحكي، وبتمنى كتير الطاقة السلبية تبعدها بطريقة هو لازم يشوفها. أو طيب برج العذراء السنة كيف كان؟ يعني لا والله عزيزتي العذراء تعبان تعبان خصوصا عائليا، يعني كأنه حدا من العائلة فقد حدا من العائلة، صار عنده خيبة أمل، عنده حدا آكل همه من العائلة، فالعذراء دائما وأبدا حامل مسؤولية، فكان شوي عنده مو مثل يعني عم يروح مكانه. يعني هاي السنة ما نسنته ما الأفضل. لا لا ما كانت أبدا بدايته، ما كانت أصلا، بدك صراحة هاي السنة لكل الأبراج ما كانت منيحة بدايتها، ولا لكل الناس عزيزتي كل حدا فينا يمكن مطلوب منه أكثر من قدرته، أو عم تزيد يمكن همومه بطريقة ما، يعني طلب أكثر من اللي جاي، فهون بحس الواحد فينا أنه فعلا كثرة مسؤوليته على نفسه ما أنه قادر يتحمل، فالكل لازم يكون هادي طويل البال، وهي قاسم مشترك أنا برأيي بين 12 برج، يعني الهدوء كتير مطلوب. برج الميزان، ميزان صح. أنا بنصح اليوم الميزان صبح عليه وبقول له كتير أنا بتمنى منك أو بنصحك تاخذ إجازة وكتير تشتلي بنفسك، ما تتشاحن مع حدا، مزاجك ما أنه رايق، بينخاف من ردة فعلك على حديث تسمعه أو على رأي بيصير قدامك أو على وجهة نظر ممكن تنشرح قدامك في ألفاظك ممكن تكون حدي أو ما أنا مدروسي، فأنا برأيي اليوم برج الميزان ياخذ إجازة، يختري بنفسه، ينام كتير، يسكت كتير، يسمع أكثر ما يحكي، بمر اليوم يا ميزان والأمور الجاي تكون أحسن إن شاء الله يا رب تكون أيامه أحسن لمولود برج الميزان. وصلنا على العقرب، قلتي هاي السنة سنته، منصبح على العقرب ومنقول له اليوم الطاقة عالية، قادر تنشر حجتك القوية، عم تتحدث بقوة، سيد موقفك، عائليا كتير منيح، الحظوظ عم تحالفك بأي خطوة بتخطيها اليوم يا عقرب، حاول تخلص أشغالك أو تعوض عن تقصيرك باليومين ثلاثة اللي فاتوا، إن كان حبيب أو شريك أو حدا من العائلة، فاليوم لهيك قيام الواجبات أو لتلبية الدعوات أو عم تعمل شيء عم تحس حالك راضي عن نفسك. كيف بقية السنة للعقرب؟ العقرب هيدي السنة أو بعد بس يمضي الشهر هيدا، العقرب ملك مثل ما بيقولوا ملك الأبراج، إن كان ماليا أو عم يسمح لسفر بيتحقق أو لارتباط أو لتغيير مكان، فالعقرب عنده كتير أمور، بس هو تحت العين هالفترة اللي مضت وما زال تحت العين، وكأنه الله ينجيه يعني محدود
حدا ناطر له على مثل ما بيقولوا على الخطوي. فهو محطة الأنظار السيدي الفترة إن شاء الله بتمضى يا رب هالشهر إن شاء الله، والعقرب بيحقق أكثر من أمنية هو بيسمح له إن شاء الله يا رب. برج القوس، القوس يا عزيزتي اليوم أنا مرتاح، في حدا في مشكلة في قضية بتخص العائلة سبب مباشر حتى تخلي بها الحالة، ما أنه مبسوط أبدا. أنا برأيي بنصح القوس اليوم الاستشارة أو لا يرجع للماضي في أي حديث كان. كل حدا فينا بيرجع للماضي وبيجيب حدي أحاديث أو طاقة سلبية بيرددها أثناء حياته مثل ما بيقول المستمرة بده يضل تعبان، وخصوصا القوس. القوس عنده شوية عند، عنده شوية حساسية، فخلاص اللي مضى مضى، يمشي ويكمل بيكون كتير منيح. أنا اليوم بتمنى أنه عليه إذا ولا بد ما نو قادر يختلي بنفسه أو يحبس على أعصابه يستشير حدا بيحبه ويفضفضه. وباقي السنة كيف رح تكون على القوس؟ لأنه هو الأبراج النارية ما كتير محظوظة السنة على ما يبدو. لا 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 أبدا، بس يخفف حساسيته ولا يعطي الأمور أكثر من. وإمتى رح تنحل أمورهم الأبراج النارية القوس مثلا؟ ما فينا نقول إنه حالي مستمرة على كل الفصيل إن الفصائل إن الأبراج الترابية أو النارية أو المائية. فكل واحد فينا له فترة من الفترات يعني. بعدين مو عدل إنه تكون المائية دائما وأبدا متألقة أو النارية دائما متألقة، يعني واحد فينا لازم شوي يتحمل الثاني. يعني بقية السنة كيف رح تكون عليه؟ بس يبعد عن الحساسية والغيري ويعطي مثل ما بيقولوا يعزز ثقته بنفسه كثير الأمور بتصير منيحة إن شاء الله. طيب بدنا نقول صباح الخير للجدي، الجدي كان حظه قوي السنة. ايه الجدي من الأبراج الترابية نفدوا تماما. لا حلو كله حلوين. الجدي مرين طاقته كبيرة، عم يحاول اليوم يصلح كأنه تصرف هو كان غلطان فيه أو تقصير، عم يحاول يكمل أو ينجز أعماله بشكل منيح، عم يحاول يوصل علاقات شكان شبه مقطوعة إن كان ببلش فيها من العائلة أو من العملية، يعني إن كان بالشغل أو بالعائلة أو محيط الأهل. يا عزيزي الجدي فاليوم أنت الطاقة عندك تملكها، حاول استخدمها بشي مفيد بشي نافع وبشي يريح لك ضميرك. طيب مواليد برج الدلو، صباح الخير يا برج الدلو. اليوم الأخبار السعيدة عم تخليك متألق جذاب، عم تنشر لطافتك ومرحك على حواليك، فاليوم فعلا أخبار كتير حلوة، ممكن مبالغ تجيك أو حوالي تجيك أو ناطر خبر بيفرحك، فاليوم تنفك أكثر من أزمة أنت بتعتبرها أزمة من أزمتك. إن شاء الله يا رب. مواليد آخر الأبراج برج الحوت، آخر الأبراج الحوت اليوم طاقة عالية طبعا، القمر عنده فعم تعطيه مروني بالحركة، مروني بالتعامل، مروني بالكلمة، مروني بالتفكير، فكتير الأمور منيحة والنفسية هادية، بتقضي يومك بطريقة كتير حلوة كأنه عندك رحلة فرح تقديم واجب، فالأمور كتير منيحة يا حوت. بعد تعب فعلا صار لك فترة تعبان، مو يومين أكثر ممكن من شهر أنت تعبان، عم تشيل إجر هون حط هون، يعني أمور كتير كانت مراوحة بالمكان، فالأمور صارت أحسن من اليوم وطالع. فوجود القمر عندك عم يعطيك الطاقة الحلوة وهالمرونة الحلوة والنشاط والحيوية اليوم الزايدة عن حدها، فأنت اليوم ملفت للنظر. طيب بدنا نقول كل سنة وأنتم سالمين لمواليد اليوم 13/5، وبدنا نشوف شو مخبالهم الفلك بهاي السنة. طبعا من عيدون ومن كل إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير والعمر المديد. فالمولد هذا اليوم بيكون بيملك شخصية كتير قوية بيعرف شو بده، بس بتمنى عليه بعد عن العناد شوي، يعني لا تشاحن حدا كتير عنيد، أنت أعند دائما وأبدا، فالأمور بتمنى تأخذها دائما وأبدا، يعني مناصفة بينك وبين يعني إذا ما حدا صنع منك حاول أنت تسكت والتزم بالسكوت، لأنه ممكن هاي الحكاية خسرك كتير علاقات وناس بتحبها، فبتمنى لك دائما وأبدا الربح يا عزيزي والنجاح، وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتوا بألف خير. وهلأ بدنا ننتقل للناس يلي عم تبعت لنا وناطر تكست فريال لحتى تعرف شو حظوظها، والبداية مع لما بنت سوسن، لما بالألف، وعلي بن حياة بدها تعرف عن التوافق والإنجاب. Goza la vida, canta, canta la vida, goza, goza la vida, canta.
تفضلي ست فريال. حمل وهوى عن هي دلو لما ال11 دلو شوي هيك عندها يعني انها مسميه حاله عجولي يعني بدها شغلتها فورا بتتأفى بتتردد مو عاجبه العجاب. علي برجو عفوا الحمل ناري كمان يعني يا لما نصيحتي لك هدي وتعرفي من اي امتى تسالي امتى تطلبي امتى تحكي بيكون كتير منيح وبتكون المربح معك والاوقات بتكون لصالحك 100%. لما بتمنى لك كل خير والامور ان شاء الله بتوصلي لها في اخر هالسنه عندك خبر حلو كتير وممكن كتير يكون الشيء اللي بتتمنيه تحصلي عليه باذن الله. شويه صبر وشويه هدوء وشويه طوله بال لانه في نقار بينك وبين علي. والانجاب؟ ايه على الانجاب عم بحكي يمكن احتمال كتير كبير اخر السنين نقلة مبروك كبير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كمان براءة بنت فاطمة مواليد 14/10/88 عم بدها تعرف إذا في توافق مع باسم ابن جهينة مواليده 15/1/82 إذا في فرصة ارتباط ولوين رايحة العلاقة وشو وضع الصحة عندها. تفضلي ست فريال. يا عزيزتي اثنيناتهم يملكون نفس البرج، اثنيناتهم عقارب، اثنيناتهم ما في تجاذب ما في تفاهم، بيتفاهموا يومين ثلاثة براءة انت وباسم وبتتقاتلوا يومين ثلاثة، ما بعرف ليش هالمد وجزر بعلاقتكم في مد وجزر، ما في مانع ان ترتبطوا مع بعض نفس الطبيعة، انت ماء وهو ماء، اثنيناتكم تتحملوا الشدائد، اثنيناتكم اقوياء، اثنيناتكم حافظين بعض، بس ما بعرف ايش المد والجزر. فانت يا براءة مو اول مره يكون عندك هيك علاقه وبصير فيها مد وجزر وبتفشل، ما بعرف ليش. بتمنى لك كل خير يا براءة وان شاء الله يا رب العالمين لك القاعده شواذ، ممكن كثير انا ما يكون كلامي صح وممكن ترتبطوا قريبا باذن الله، وان شاء الله ببارك لكم مبروك كبير ان شاء الله. علي ابن سميعه 30/5/88 بده يعرف امتى بيرتاح وكيف الايام الجايه رح بتكون. تفضلي ست فريال. علي صديقنا واهلا وسهلا فيك. علي بن سميعه انت تعب حالك انت تعبت حالك فعلا، ما انك مرتاح او ما انك رضيان عن نفسك، يمكن خبصنا كثير يا علي، يمكن اجلنا، يمكن راوحنا بمكاننا، يمكن كثير تجاوزنا حدودنا بالتفكير او بالطموحات او حملنا تصرفاتنا اكثر من اللازم. علي عم يفهم علي. برتبع برج الميزان فهوائيته ومزاجيته بتتعبه هو لوحده وبتتعب اللي حواليه. بتمنى لك كل خير يا علي وشويه هدوء وكل الامور بترسمها مثل ما بدك واحسن وحاول قدر الامكان تكون دائما وابدا عادل بحكمك وعادل مثل ما بترضى عن الناس ارضى عن نفسك او مثل ما بدك انت طبقه على الناس. بتمنى لك كل خير يا علي. فاطمة بنت أميرة 9/4/93 منفصلة بعدها تسأل عن الزواج والمال. فاطمة بنت أميرة عم تسألني، هي طبعا عندها انفصال وإذا عندها ارتباط أو إذا عندها مال. فاطمة برجك ميزان، متقلبة مترددة، عندك خوف عندك قلق عندك دائما وأبدا نوع من الندم عم تعيشي أو نوع أنه ما بصدق حالك أنه أنت هيك صار فيني. فاطمة عندك مراوغة بينك وبين حالك، عندك صراع بين عقلك وقلبك، بس الأمور الجاية كتير منيحة يا فاطمة. الميزان فعلا تعب
بس فترة من الزمن وبيصير أحسن. يعني الشهر الجاي أنا كتير بتوقع لي أمور كتير منيحة، وإن شاء الله يا رب يكون عندك مبادرة الارتباط وإن شاء الله تكون ناجحة يا رب العالمين. طيب مناهل بنت أميرة 1596 عم تسأل. ما فهمت الاسم. مناهل ميم نون ألف هاء لام مناهل. إيه. بنت أميرة 1596 عن الدراسة والارتباط. Goza, goza la vida, canta, canta la vida, goza, goza la vida, canta, canta la vida, goza, goza la vida, canta, canta la vida, goza, goza la vida, canta, canta la vida. تفضلي ست فريال. مناهل النجاح السنه حليتك باذن الله، انت شو عم تطمحي؟ ان شاء الله بتنالي. ممكن كثير امور هيك تتفاوت او تصير معك يعني نوع من مثل ما بيقولوا رغلي او بس هي الامور كثير بتبسطك ما بتزعجك ابدا. تعبتي هالفتره هيدي اللي مضت شهرين صار لك تعبانه، برجك ترابي بس بتقلق بس عنده ثلاث شهور الاخيرات من هاي السنه بامور كثير منيحه. إن كان نجاح أو سفر أو ارتباط أو أيا كان، فعنده نجاح وحليفه بشكل كثير منيح، وممكن يكون عنده تحقيق لأكثر من أمنية، بس نكتفي بأمنية كثر خير الله. أتمنى لك كل خير يا مناهل إن شاء الله. إيمان بنت وردة 11/10/88 بتعرف إمتى بترتاح. إيمان بنت وردي عم تسألني أنت بترتاح. إيمان أنت بتريحي حالك، أنت ما رح قلك حشرية لا، بس بدخلي بأمور أنت ما بدك إياها. إيمان هذا تعبك، يمكن تحاول تفرضي شخصيتك أو وجهة نظرك على حواليك بالزور مثل ما بدك بده يصير. بنتي بدك تصلي تعباني بهالطريقة، إيمان برجك الأساس حاولي تكوني بحالك. مثلا مثل اليوم، اليوم الداخل كتير كتير عندك نرفزي، عندك ما بتعرفي من بدك تشتغل لك، فبتمنى يا إيمان أنت تريحي حالك وتلاقي الطريقة تتصالحي فيها مع نفسك. إيمان ما في شيء حولك بس نفسيتك هي تاعبتك. بتمنى لك كل خير يا إيمان إن شاء الله يا رب. رهف بنت أردوان ألف ألف را دال واو ألف نون 18/5 عام 2000 مع محمد ابن لمبا لام ميم با ألف 6/11/95 عم تقول انه هاد خطيبة بده يسجل بالمحكمة وبتحسه كتير نسوانجي، فممكن يخون. شو بتنصحية تقبل ولا تترك؟ يا لطيف هلا حطتني بهالحد يعني. محمد شو اسمه؟ ما على الرسول الا البلاغ. محمد امه لمبا لا لميا لا لمبا لحظة ما بعرف عم يبقى عم تبعت رسائل، يا ريت تأكدي لنا يا رهب. مكتوب لا ميم باء ألف بس أنا بعتقد لميا يعني. طيب بعتقد لميا. إيه معقول تحطني تحت هالامتحان هيدا؟ ما بعرف. لميا عم تقول لميا اسم أمه، والله ما بعرف يا ست فريال يعني. أنا عم بعتلك عم بقرأ المسج مثل ما وصلتني. Goza, goza la vida, canta, canta la vida, goza, goza la vida, canta, canta la vida, goza, goza la vida. Hey, Satria. اسمعي يا رهف يا بنت أردوان ويا عم تسأليني عن محمد ابن لميا. محمد ابن لميا برجل الأسد ناري، يعني هو مفكر حاله أفهم حدا وأذكى حدا وأحلى حدا، يعني هالثقة بنفسه زايدة عن نفسه، زيادة عن اللزوم بنفسه. رهف برج الميزان يعني هوائية، الهواء شو بتعمل بتغير بيشعل النار، فإذا أنت ولا بد أنت عم تسأليني هالسؤال مو من فراغ. حاسب حالك أنه في نكرزة بسرعة، نرفزة بسرعة، مشاكل كتيرة، فهذا أنت بتحكمي فيه. طبعا هيدي هيدي الفصيلة الهوائية مع النارية بتضل على طول هاي الحكاية، إلا إذا وجد حالة وحدة هي رهف الهواء، يعني تضل مقررة أو أخذ قرار بالهدوء الكامل وماشي بلا بيضل في مشاكل. وأنا ما بعرف ما فيني أنصحك، أنت يا عم تقولي بدي أتسجل بالمحكمة، معقول تيجي لآخر لحظة تسأليني هالسؤال؟ لو أنك قبل
كنت قلت لك لا بلا، بس هلا لا يا بنتي انا ما لي علاقه انت تاخذي قراري. بتمنى لك على كل حال كل خير. ياستي الله يختار للخير يا رب. وهلا عباس ابن فصيحه من مسمعك. العراق مسمعك عباس ايه؟ ابن فصيحه أيوة. 23/3/77 عم يسأل عن الرجوع للعمل القديم واسترداد المال. العباس عم يسألني ابن فصيحة عن استرداد المال. يا عزيزي انت مو اول مره بتوقع بهالقضية، هو رحله كثير مال ورحله كثير فرص وخسرت كثير عالم من وراء المال. بس يا عزيزي كانه السنه عندك سنه نجاحات بتعوض ان شاء الله. بل يعني بس بدي انصحه لعباس يبطل هالطيب شوي، يبطل تبرير للقباله. هلا بلش انصحه وتصير احسن، بتوقع تسترد جزء من حقوقك مثل ما بيقولوا او من مالك الضايع لك. بتمنى تدرس اكثر الحالي، بتمنى تكون واعي اكثر، الطيبه كثير والعفويه متملكه فيك، بتمنى تصحى شوي وان شاء الله الامور كثير منيحه وباذن الله بيسترجع حق لك باذن الله قريبا. هبة بنت نادية 22/2/88 عم تسأل عن الارتباط والسفر. La vida está llena de felicidad. تفضلي ست فريال. هبة برجع الثور، كأنه تعبت هالفترة أو تعبت من كثر ما انصدمت بعلاقاتها، يمكن خطبت وبطلت أو شبه خطبت أو كان عندها ارتباط وما ضبطت أكثر من مرة. بلشنا نتعب نتشائم يا هبة، بتمنى لك خير وإن شاء الله يا رب عندك ارتباط ديني. بس بتمنى يكون في قرارك نظيف وعلى الهادي مشان ما نندم. هبة حساسي وعندها شوية عناد، بتمنى كتير كتير تنتبه على حالها ومتمنى لك كل خير يا هبة وإن شاء الله يا رب الله يختار لها الخير. كمان وليد ابن كايدة 20/4/62 عن الصحة والمال. كايدة؟ كايدة كايدة بالطاء المربوطة. كمان وليدي عنده كتير أمور منيحة، برجو العزراء بلشت أبراج الترابية هلا تأخذ دورها، بلشت تأخذ أماكنها، بلشت تسترد ثقتها بنفسها. وليد كتير أمورك منيحة، أتوقع لك السنة أنه أكثر من هدف أنت عم تطمح له من زمان توصل له، إن كان ارتباط أو سفر أو عمل أو أيا كان. يا وليد عندك أمور كتير ناجحة بإذن الله، أمور كتير منيحة صحيا، ما تخاف وحاول دائما وأبدا أقنع نفسك بأنه أنا ما فيني شيء. فالنفسية عتنعكس كتير على صحية، فبتحس بحالك أنك مرضان بعيد الشر عنك وأنت ما فيك شيء. هالفترة فعلا المضت تعبنا شوي، بس هلا بلشت الأمور تصير أحسن. بتمنى لك الخير يا وليد إن شاء الله. ديما بنت هالة عن الارتباط والسفر. ديما ألف ولا؟ ديما ألف بنت هالة تاء مربوطة. ايوه طبعا. كمان ديما اليوم هي برج الحوت، اليوم القمر عندها كأنه اليوم حايفة من الصبح فارقة هيك، عندها شيء قوة داخلية حيوية نشاط حركي. كأن اليوم تتصالح مع حدا أو حدا بيبرر له غلط صار ما بينه وبين حدا وكأنه كان زعلان عليه. اليوم تتصلح أكثر من أمر، تتصلح أكثر من موضوع. هيدي السنة إن شاء الله يا رب يمكن براس السنة أو السنة الشهر الأخير من السنة عندك كتير أمور منيحة لديما، بتحدد شو بدها أو بتحدد لوين شو حصلت. كتير أمور منيحة إن شاء الله يا رب العالمين، بس بتوقع لآخر شهر بهيدي إن شاء الله يا رب. صلاح من إن شاء الله يا رب. صلاح ابن ريا آخر اسم معنا لليوم، عنده حكم محكمة ب18 الشهر وعم يقول كيف حظه. هو عنده حكم محكمة ب18 الشهر
عم يسأل عن حظه، هو مواليد 13/9/1970، الخصم ناريمان بنت فاتن 22/8/84. عدي لي أسماءهم يا حبيبي. صلاح ابن ريا. أيوة. مع ناريمان بنت فاتن. صلاح 13/9/70، ناريمان 22/8/84. أيوة. تفضلي ست فريال. ما بعرف، لا صلاح عم يسألني، صلاح وناريمان يمكن هو الجوزاء يمكن، وهي الميزان، اثنيناتهم نفس الفصيلة الهوائية. بس بيني وبينك كأنه صلاح هلا بيقعد بين حاله، إذا ولا بد رجع وكان كثير متصالح مع نفسه، بيقول اللي صار ما لازم يكون صار. على كل حال حدا كان دخيل بيناتهم وفعلا اندفعوا الثمن. صلاح مهما ربحنا يا صلاح، أنا بكل خسارة كانت هاي الموضوع، إن ربحت أنت ولا ربحت ناريمان. على كل حال شكل العلاقة وصلت انفصال، أو يا أما ربح يا أما خسارة. الله يعوض عليكم يا رب بالأحسان، إن كانت نفوس أو مال أو أيا كان، وإن شاء الله يا رب خير للجميع يا رب العالمين. الله يختار لهم الخير. شكرا كثير لك ست فريال، وشكرا لكل المستمعين والمتابعين. لهون بنكون وصلنا لختام فقرة الأبراج لليوم. أكيد موعدنا معكم بجدد بكرة بنفس الوقت.